شنو نحب نمشي نقيد، لازمنا نقيدو، لازمنا نقيدو. نستناو في مناخ ديمقراطي من الانتخابات هذية تكون الناس الكل عندها الحق في التواجد. اختلافاتنا الكل موجودة في تونس، ما فماش رجوع إلى حزب واحد، إلى فكر واحد، إلى منظومة واحدة. لابد تكون المنظومة هذه الحق لكل تونسي باش يحدد ملامح الجمهورية الجاية، باش احنا نوضع الدستور. ما جيناش باراشوتي من فوق اعمل قد لا، احنا نحدو دستورنا. وكل انسان عنده قيمة في تونس وعنده الأهلية انه يحدد ملامح الجمهورية اللي نطمحوا لها. كما نقيدش ما ثماش نتيجة متاع انتخابات نزيهة. كل تونسي عنده الحق في تحديد ملامح الدستور الجديد اللي كنا قبل في العهد السابق كنا مفروض علينا دساتير لا تمثل الشعب التونسي، ما تمثل حتى شريحة، متمثل كان شريحة واحدة، شريحة دكتاتورية. وظيفة المجلس التأسيسي هو تحديد دستور يمثل التونسيين والتونسيات، ما يمثلش شريحة واحدة، ما يمثلش نظام واحد، يمثل جميع الأنظمة اللي موجودة في ذهن التوانسة. كل حد عنده حاجة شهيها يحب يعملها في البلاد ذي يعملها، لابد أنه ينخرط في المجلس التأسيسي هذا ويحدد ملامح بلادنا الجديدة اللي نطمحوا لها. تونس بعد 23 أكتوبر لابد أنها تعطي المثل كيما أعطت المثل للعالم في الثورات هذه المباركة، لابدها أنها تعطي مثل في جمهورية تليق بالتوانسة وتكون في طليعة الدول. شنخصوا احنا على سويسرا ولا على فرنسا ولا على أمريكا ولا، بالعكس احنا لابد ان يكون في اذهان التوانسه اللي تونس كانت موديل من بكري، من عهد الفينيقيين كانت موديل للجمهوريه المتحضره والعصريه. هاو شنو نطمحوا لتونس بعد انتخابات 23 اكتوبر؟ كان ما تمشيوش تقيدوا من توا، راهو الثوره كينو بيبي وجيت قطعت عليه الحليب باش يموت باش يتوفى. استمراريه الثوره واكتمال الثوره الا ب تشريك التونسيين الكل والتونسيات الكل في الانتخابات وفي في التقييد. قيدوا يا ولادي، فاش تستناو؟ فيقوا على رواحكم باش يفوتنا الفوت كان ما نقيدوش.